الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ما أجمل أن نجلس لنتكلم عن خير الخلق وسيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أن تتعطر المجالس بالكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتزكى النفوس وتدمع العيون شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا أيها الأحبة لنلتقي وإياكم في هذه الحلقة من السلسلة المباركة إن شاء الله حول هذا رسول الله يا محب، مع الحلقة الثانية من هذا الباب. نتكلم اليوم حول إنما أنا رحمة مهداة. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، فهو صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. ربنا عز وجل أهدى للأرض جميعا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو هدية الله لأهل الأرض. قال ربنا جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قد يسأل سائل فيقول: النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين، فهو أخرجهم من الظلمات إلى النور، وهداهم من الضلالة إلى الهدى، وأنقذهم من النار إلى الجنة، لكن كيف يكون النبي رحمة للكافرين؟ نقول وبالله التوفيق أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للكافرين أيضا، لأن النبي حينما أرسل إلى الناس كافة، فإن اتبعه أعداؤه يكون رحمة لهم، ينجيهم من عذاب الله يوم القيامة، وإن خالفوا منهجه فإن بفضل الله عز وجل الله يبقيهم في هذه الحياة ولا يستأصل شأفتهم. إذا نظرنا إلى الأمم السابقة وجدنا أنه ما من أمة عصت ربها وكفرت بنبيها إلا أهلكها الله عز وجل، إلا استأصل الله عز وجل شأفتها فلم يبقي منها شيئا. إذا نظرنا إلى السابقين وجدنا أن الله عز وجل خسف بهم الأرض، الله عز وجل دمرهم، الله عز وجل أغرقهم، فكلا أخذنا بذنبه. منهم من خسف الله به الأرض، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقه الله عز وجل، ومنهم من أرسل الله عليه ريحا أبادتهم وأهلكتهم. أيها الإخوة الأحباب، أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا جل وعلا أرسل الحبيب رحمة للعالمين، وسيتضح ذلك جليا في هذا البحث إن شاء الله. اقرأ إن شئت في الأقوام السابقة كيف أبادهم الله عز وجل. قال الله: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. اقرأ إن شئت قول الله عز وجل لتفهم ولتعلم كيف أهلك الله عز وجل من سبقنا حينما عصوا ربهم جل وعلا. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. الله عز وجل استأصل شأفتهم
أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فبفضل الله عز وجل وبوجود النبي في هذه الأمة، الله عز وجل نجاها من الإبادة والدمار. قال الله عز وجل لحبيبه محمد: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الحبيب سأل ربه جل وعلا، ففي الحديث الذي رواه سعد بن أبي وقاص والحديث صححه الألباني رحمه الله، يقول سعد بن أبي وقاص: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. هذا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن ينجي هذه الأمة من الاستئصال. هذا هو الحبيب محمد يا محب. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته عائشة وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، هل وجدت يوما أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل فأعرض عني ولم يجبني، فرجعت مهموما على وجهي ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. المسافة بين الطائف وقرن الثعالب ما يقارب 5 كيلومترات، النبي جروحه تنزف ويسير هذه المسافة ودمه ينزف صلى الله عليه وسلم، ويصل مهموما مغموما لإعراضهم عن النبي. وكان هذا الرجل من أشراف الطائف، أعرض ولم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فإذا بالنبي يرى سحابة تظله من فوقه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت فيها جبريل عليه السلام، فقال جبريل: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وإن الله قد أرسل معي ملك الجبال، مره لما شئت يا رسول الله. فقال ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، مرني بما شئت، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين لفعلت. ماذا قال الحبيب محمد والدم ينزف منه صلى الله عليه وسلم، وهو مطارد ودعوته مطاردة وأصحابه مطاردون، وفي هذا الوقت النبي في ألم شديد يتألم من إعراض القوم عن دعوته صلى الله عليه وسلم. فهل ثأر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه؟ إن النبي لم يكن ليثأر لنفسه أبدا، إنه خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قال له ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا هو الحبيب يا محب. إذا أردت أن تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم فارجع إلى الوراء قليلا لترى طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف عصمه الله عز وجل، وكيف جعل ربنا جل وعلا حبيبه رؤوفا رحيما. هو الذي قال فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي في 5 من عمره وهو طفل صغير صلى الله عليه وسلم يرسل الله عز وجل إليه الأمين جبريل، فيشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج علقة من قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: هذا حظ الشيطان من قلبك. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين أرسل الله عز وجل إليه جبريل 1 ثانية. فبالحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال أبو هريرة: يا رسول الله،
ما كان أول أمرك من النبوة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت ابن 10 سنين، فكنت في الصحراء فسمعت صوت رجلين من فوقه. النبي كان طفلا يسمع صوت رجلين، لكن الحقيقة أنهما جبريل وميكائيل، يقول أحدهما إلى الآخر: انزل وشق صدره وأخرج الغل والحسد من قلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فنزل فأخرج من قلبي الغل والحسد كعلقة سوداء. فقال له: أسكب فيه الرأفة والرحمة. يقول النبي: فأسكب في قلبي الرأفة والرحمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فضغط على إبهام قدمي وقال: أغدو واسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرجعت رحمة بالكبير ورقة بالصغير. إنه وربي سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، لنتعرف عن قرب، عن رأفة النبي نتكلم، وعن رحمة النبي نتكلم. هناك صور مضيئة ومشاهد عظيمة، هذه المشاهد تظهر روعة النبي في الرحمة، وتظهر أنه مثلا عليا في الرحمة. إنه وربي سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. من هذه المشاهد العظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالأمة يخفف عن الأمة العبادات، ويخفف عنهم المشقة في العبادة صلى الله عليه وسلم. فبالصلاة مثلا، يفرض ربنا جل وعلا الصلاة في رحلة الإسراء والمعراج 50 صلاة في اليوم والليلة. هب أن الصلاة ما زالت 50 صلاة، كيف نصلي؟ كيف نؤدي ما علينا من أمور وتكاليف في هذه الحياة؟ كيف نسعى على الرزق؟ إن حياتنا اليومية كلها ستكون في صلاة ولن نستطيع. فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بالأمة، يذهب النبي صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين ربه، حتى قال له ربه جل وعلا: يا محمد، هن 50 في العمل و50 في الأجر. ذهب النبي حتى استحيا من ربه، فكان رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم. الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم كان رحمة للأمة. لما يفرض الله عز وجل الحج على الأمة، يسأل النبي، يسأله بعض أصحابه: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فيسكت النبي. ثم يسأله: أفي كل عام؟ فيسكت النبي. ثم يسأله: أفي كل عام؟ فيسكت النبي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم على أنبيائهم. هذا هو رسول الله. يا محب، النبي لما سن صلاة القيام صلاها بالمؤمنين 3 ليال في جماعة في المسجد، لكن خاف النبي أن تفرض على الأمة لمداومة النبي عليها، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها في بيته. ثم أتى بعد ذلك أبو بكر الصديق وصلاها في بيته، ثم جاء الفاروق عمر في خلافته، وجمع الناس على صلاة التراويح التي نصليها الآن. وله سند، النبي قد صلى 3 ليال في جماعة في المسجد بالأمة. النبي من شفقته على أمته صلى الله عليه وسلم يخفف عنهم التكاليف والمشقة، ويبين أن ديننا العظيم دين يسر. النبي في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أنس، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد ذات يوم فيرى حبلا معلقا في سقف المسجد، حبلا معلقا في سقف المسجد، رآه النبي فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا لزينب: إذا تعبت في الصلاة، هي تقوم الليل، فإذا تعبت في الصلاة تعلقت في هذا الحبل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر هذا الأمر
لأنه لا يحمل الأمة المشقة ولا يحب لهم ذلك. قال اقطعوه اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. والحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم في مشهد آخر يبين رحمته وشفقته بالأمة صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الذي رواه ابن عباس وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقف في الشمس ولا يتكلم، فقال: من هذا الرجل؟ قالوا: أبو إسرائيل. فقالوا: يا رسول الله، نذر أن يصوم وألا يستظل وألا يتكلم. فقال الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم: مروه فليصم، الصوم ليست فيه مهلكة وهي عبادة لله عز وجل، مروه فليصم ومروه فليستظل وليقعد، لا يعرض نفسه للشمس لحرارة الشمس قد يهلك نفسه، وربنا قال: ولا تقتلوا أنفسكم. مروه فليصم ليتم صومه، مروه فليستظل وليقعد، ومروه ليتكلم، لأن عدم الكلام ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع المثل في الرحمة والشفقة بالأمة صلى الله عليه وسلم. الحبيب المحبوب في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءنا رجل قال: يا رسول الله، هلكت. فقال له الحبيب محمد: وما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اذهب وأعتق رقبة. فقال: لا أجد، لا أستطيع، ليس معه ما يشتري به رقبة فيعتقها. قال النبي: اذهب فصم. فقال: لا أستطيع، وهل أوقعه إلا الصوم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فتصدق. فقال: يا رسول الله، والله ليس عندي شيء. هب أيها الأخ الكريم، لو أنك مكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كنت صانعا؟ لو أنك مكان النبي لنهرت هذا الرجل، قلت له: إنك ما استطعت أن تكمل صيامك وجمعت امرأتك في نهار رمضان ولم تكن تخاف من الله عز وجل، ثم تأتي وليس معك ما تعتق به رقبة، وليس معك شيئا تتصدق به، ولا تستطيع الصيام، ومع ذلك تفعل هذا الجرم العظيم. لكن الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك. لماذا؟ لأنه الرحيم بالأمة صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي قال فيه: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. النبي ماذا فعل؟ انتظر النبي، فجيء للنبي بمكتل فيه تمر، فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: خذ هذا التمر وتصدق به. فقال الرجل كلمة عجيبة، قال: يا رسول الله، وهل يوجد بين لابتيها بيت أفقر من بيتي يا رسول الله؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم، وقال: خذه وأطعمه أهلك، إنه وربي خير الخلق وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. النبي في مشهد عظيم يضرب لنا النبي أروع المثل ويبين للناس من هو النبي. يأتي ثلاثة رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا عن عبادة النبي، فلما ذهبوا إلى بيوت النبي وسألوا عن عبادته كأنهم تقالوها، قالوا: هذا هو النبي وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحن نكثر في العبادة، أين نحن من رسول الله؟ فقال أحدهم: أما إني سأصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال الآخر: أما إني سأقوم الليل ولا أنام أبدا. وقال الثالث: أما إني سأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. إذا نظر العبد في هذه العبادات الجميلة وجد أنها عبادات عظيمة لا يستطيع أحد من الناس أن يقوم بها، يصوم الدهر ولا يفطر أبدا، يقوم الليل ولا ينام، يعتزل النساء ليتفرغ لعبادة الله عز وجل، عبادة جميلة، لكن ما أقر النبي هذا على الإطلاق،
لأن في هذا مهلكة للناس. إذا صام العبد يومه وداوم على الصيام كل يوم يصوم فإنه سيضعف لا محالة، ولن يستطيع الجهاد، ولن يستطيع السعي على الرزق، ولن يستطيع أن يرفع راية الإسلام والمسلمين، سيهلك لا محالة ويضعف لا محالة. الآخر يعتزل النساء ولا رهبانية في الإسلام، من أين يأتي الولد؟ ومن أين تكثر ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وأمته؟ لا رهبانية في الإسلام. والآخر يصلي طوال الليل، إذا قام كل الليل كيف يستطيع أن يسعى على رزق في النهار؟ كيف يستطيع أن يجاهد في النهار؟ إن النبي لما سمع قولهم وعلم ما قالوا قال: أما إني أخشاكم وأتقاكم إلى الله. ليس أحد أخشى وأتقى من الحبيب محمد على وجه الأرض. أما إني أخشاكم وأتقاكم إلى الله، ولكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم الليل وأنام، من رغب عن سنتي فليس مني. أقر النبي أن العبادة لا بد أن تكون موافقة لما جاء به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أقر النبي أن هؤلاء جميعا اجتهدوا، لكن هذا الاجتهاد لم يوافق هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أن الدين دين سماحة ودين يسر، فنهاهم النبي عن ذلك وأخبرهم وبين لهم هدي هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا كما نعلم جميعا أن العبادة لا يقبلها الله عز وجل إلا إذا توافرت فيها شروط قبول العبادة، ومنها إخلاص النية لله، لئن أشركت لأحبطن عمله، ومنها أن يكون العمل موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحبيب يا محب. النبي يرفق بأصحابه. النبي يقول لعبد الله بن عمر: ألم أخبرك أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعل، صم وأفطر وقم ونام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليه حتى لا يضعف جسده. قال له النبي: إن لجسدك عليك حقا، والحديث صحيح. الحبيب المحبوب كان رحيما بالأمة، لم يكن رحيما بالمسلمين فقط، وإنما تعدد رحمته صلى الله عليه وسلم للكافرين أيضا. الحبيب محمد في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه: علم النبي صلى الله عليه وسلم بمرض غلام يهودي، فذهب النبي لزيارته صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إليه وقعد عند رأسه صلى الله عليه وسلم، فأراد أن ينقذ هذا الشاب من النار، أراد له الرحمة وأراد له النجاة وأراد له الرأفة وأراد له الجنة، فإذا بالحبيب يقول له: يا بني قل لا إله إلا الله. فينظر الشاب إلى أبيه، فينظر إلى أبيه، فينظر الأب إليه ويقول: يا بني أطع أبا القاسم. فيقول الولد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فإذا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة، يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار وجعل النبي صلى الله عليه وسلم سببا في هداية هذا الرجل ويدخله الله عز وجل الجنة. هذا هو الحبيب يا محب، يخاف على المشرك من النار ويخاف على الكافر من النار. فأين نحن من رسول الله؟ وأين نحن من محبة رسول الله؟ وأين نحن من سنة رسول الله؟ النبي يرى جنازة تمر فيقف النبي يقوم فيقول له: يا رسول الله. يقول بعض الصحابة: يا رسول الله، إنها جنازة مشرك، جنازة كافر، جنازة يهودي. فيقول النبي: أليست نفسا؟ النبي يحترم النفس حتى وإن كانت ميتة، يحترم هذا الميت حتى وإن كان كافرا وإن كان مشركا وإن كان معاديا لرسول الله، أليست نفسا؟ وفي لفظ آخر: تمر جنازة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم النبي إليها وإذا بهم يقولون: إنها جنازة يهودي.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة مسلمهم وكافرهم، يقول النبي: تفلتت مني روح إلى نار جهنم، تفلتت مني نفسا إلى نار جهنم. النبي يحرص كل الحرص على أن يدخل الناس جميعا جنة الله عز وجل. هذا هو الحبيب يا محب، هذا رسول الله يا محب. أيها الإخوة الأحباب، أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، أين نحن من رسول الله؟ وأين نحن من سنة رسول الله؟ وأين نحن من محبتنا لرسول الله؟ النبي يحبنا، النبي يريد لنا الجنة، النبي شفيعنا، النبي أخرجنا من الظلمات إلى النور، أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة في الله، أيها الأحبة في الله، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في اللقاء القادم، في الحلقة القادمة الثالثة، لنكمل الحديث حول هذا رسول الله يا محب، ولنكمل حلقتنا هذه إنما أنا رحمة مهداة. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.